أيضا من بيروت ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ لقمان سليم المحلل السياسي. مرحبا بك سيد لقمان على أكسترا نيوز. البداية مما انتهى إليه سيد أسعد في هذا التصور، يعني يقدم طرحا يقول فيه أنه القوات المسلحة قد تكون هي الضامن للمرحلة الانتقالية إذا ما استقالت حكومة الحريري من أجل التخلص من كل رموز هذا النظام يعني الأوليغاركي، يعني إلى حد ما إذا جاز التعبير. ما رأيكم في هكذا طرح؟ هل هو وارد؟ لقد استمعت إلى ما قاله الصديق الزميل الأستاذ أسعد بشارة، ولعل ما قاله أن يمثل شيئا كالسيناريو المثالي للمرحلة الانتقالية، ولكن أظن بأن دون هذا السيناريو أمور عديدة، ولكن دعيني أذكر منها أمرا واحدا فقط، هو أن في لبنان جيشين، الجيش اللبناني الرسمي وجيش حزب الله. وكلنا يعرف بأن حسن نصر الله يوم السبت الماضي ألقى خطابا كان غاية في الوضوح، قال فيه: ممنوع على الحكومة أن تستقيل، من يخرج من هذه الحكومة سوف يحاكم، والعهد أي الرئاسة ممنوع أن تسقط. إذن في الحقيقة استبعد جدا 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 في هذه اللحظة أن نرى الجيش اللبناني يدافع عن قسم من اللبنانيين هم الذين يتظاهرون ويحتجون اليوم في الساحات، أن يدافع عنهم مقابل حزب الله وجيشه وميليشياته وأجهزته الخاصة والعلنية. وبالتالي لا أظن بأن الواقع اللبناني قريب من لحظة انتقالية من قبيل تلك التي وصفها الزميل أسعد. فإذا أدوات تحالف حزب الله وميشيل عون ما زالت أقوى من القوى الاحتجاجية في طبيعة الحال. ودعيني أضيف بأن رئيس الحكومة سعد الحريري جعل من نفسه رهينة طوعية لدى حزب الله ولدى التيار الوطني الحر، يوم لم يعد لديه مشروع سياسي مستقل عنهما. اليوم سعد الحريري أصبح رهينة طوعية ومشروع بقائه في السلطة مرتبط بهما ارتباطا عضويا، ومن ثم فإنني لا أرى في الأفق حلا ورديا يرضي الجميع. ثم دعينا لا ننسى المعطى الإقليمي لأيام. يعني أنا سأعود للبعد الإقليمي، فقط أرجئه لي ثوانا معدودة أسأل فيها عن، حين تقول حضرتك أنه لا ترى في الأفق بعدا ورديا، بدأ في خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يعني تلويحا كما فهمه البعض، يعني تلويحا ربما بتهديد المتظاهرين. هل يمكن أن يلجأ، يتم اللجوء إلى قمع المظاهرات بالقوة، وما تداعيات سيناريو كهذا إذا استمرت المظاهرات بهذا الزخم في الشوارع اللبنانية؟ يعني دعيني أقول أولا بأن هذا القمع بدأ منذ أن بدأت الاحتجاجات في المناطق الشيعية. لقد رأينا جميعا كيف أن جلاوزة حركة أمل التي يرئيسها رئيس مجلس النواب تحركوا في الشارع بأسلحتهم وتحت أنظار القوى الأمنية وأطلقوا النار وهددوا وتوعدوا وضربوا. وبالتالي استعمال القوة العارية ضد المتظاهرين هو أمر حصل ويمكن أن يحصل في أي لحظة. أما بالنسبة لحزب الله فيعني الجميع يعرف بأن لديه مروحة واسعة من الأدوات، فهو يؤثر على قطاع واسع من الأجهزة الأمنية اللبنانية، فيمكنه أن يتحرك سواء مباشرة أو من خلال أجهزة
تتغطى بغطاء من الشرعية ومن القانون. نعم. وبالتالي فإن فرضية القمع تبقى حاضرة، بل هي اليوم في هذه اللحظات أحضر من أي وقت مضى خلال الأيام. نعم. نعود للبعد الإقليمي، كنت حضرتك تود الحديث عنه، تداعيات ما يحدث في الداخل اللبناني على البعد الإقليمي، خاصة أنه الأطراف في لبنان كل طرف لديه من يدعمه من خارج لبنان. تماما، يعني بالحقيقة ودت الإشارة إلى بعدين، واحد إقليمي وآخر دولي، وهما من جهة ما كتبته الصحافة الإيرانية التي اعتبرت بأن ما يجري في شوارع بيروت هو بين هلالين مؤامرة تستكمل المؤامرة التي بدأت لأسابيع حسب تعبيرهم بالطبع في العراق. وبالتالي فما جاء في الإعلام الإيراني حاول أن يسفه ما يحتجه اللبنانيون وما ينضجون إلى الشوارع في سبيله. وهناك موقف آخر لا يتدنى أهمية على الإطلاق، هو الموقف الأمريكي الذي صدر بالأمس والذي عاد الأمور إلى نصابها، إذ تحدث عن عقود من السياسة غير الرشيدة التي أودت بالاقتصاد اللبناني وبالواقع اللبناني إلى ما هو عليه. صحيح. مبررة استطرادا للمتظاهرين ما يقومون به، وإن من طرف خفي. وبالتالي لا يمكن اليوم الحديث عما يجري في لبنان بمعزل عن هذه التفاعلات الإقليمية والدولية التي تختلف جذريا في مقاربتها لمجموعة من القضايا، ليس أقلها فكرة الحوكمة الرشيدة وفكرة الحرية والديمقراطية وحفظ حق الناس في التظاهر والتعبير عن رأيهم وما إلى ذلك. طيب، السؤال الأخير سيد لقمان، ربما حضرتك سبقتني في الإشارة إلى الوضع في العراق، ملاحظة مبدئية تجمع بين البلدين، ما حدث في العراق منذ فترة من تظاهرات وما يحدث في لبنان الآن، يعني في البلدين هناك مطالبة بحكومة تكنوقراط، حكومة متخصصة تعالج ملفات الخدمات، الملفات التي تمس المواطنين بشكل كبير، هناك يعني زهد في المحاصصة في الطائفية في القوى السياسية والأحزاب والشكل الحالي للبرلمان في البلدين، بالرغم من أنه في دول أخرى العكس، هناك طلب على السياسة والتمثيل الحزبي والبرلماني وما إلى ذلك، كيف تفسر ذلك في دقيقة لو سمحت؟ في أقل من دقيقة دعيني أضيف إلى كل ما ذكرته أن لبنان والعراق بلدان عربيان يخضعان اليوم إلى حد بعيد للسيطرة الإيرانية. لعل هذا ما القاسم المشترك هو ما يؤدي بالناس في البلدين إلى حال من القنوط تجعلهم لا يريدون لأمرهم إلا الإصلاح، ولا يريدون لأنفسهم إلا أن يضمنوا الحد الأدنى من كرامة العيش ومن رغم اختلاف البنية السياسية والاجتماعية طبعا في البلدين. تماما. بشكرك شكرا جزيلا سيد لقمان سليم المحلل السياسي، حدثنا عبر الهاتف من بيروت.